الحمد لله في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من أصول الإيمان وأركانه العظام الإيمان بالقضاء والقدر، فكل شيء بقدر الله جل وعلا وبعلمه المحيط ومشيئته النافذة، وهو الخالق لكل شيء، كتب ما كان وما سيكون. فواجب المسلم الإيمان بجميع المقادير خيرها وشرها، حلوها ومرها، نافعها وضرها. لا يكون في ملكه سبحانه إلا ما يريد، وهو تعالى غير ظلام للعبيد. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمصائب التي تقع بالخلق تحمل من الحكم الربانية ما لا يكون على بال ولا تحيط به أذهانهم، فأقدار الله جل وعلا فيها من الحكم ما لا يحصى، ومن المصالح ما لا يجارى، لأن القدر كصفة للرب وأفعاله القائمة بذاته كلها خير محض. وإنما الشر في المقضي والمقدر الواقع. وإن مما آلم كل مسلم ما وقع في بعض بلدان المسلمين من الزلازل المدمرة والأعاصير المهلكة والسيول المميتة، والحمد لله على ما قضى به وقدر وحكم وأبرم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم ارحم الأموات وأعن الأحياء واجبر قلوبهم وعوضهم كل الخيرات والمسرات في حاضرهم ومستقبلهم. عباد الله، إن المسلم حين يصاب بمصيبة فيصبر ويحتسب، فهو مبشر بأعلى الدرجات وأسنى المراتب. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. متفق عليه. وإنه يا عباد الله، كلما عظمت المصيبة عظم الأجر عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم
فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وإسناده حسن. بالصبر والرضا بالقضاء والقدر تهون المصائب وتسلو النفوس وتطمئن القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. من الحكم الربانية في وقوع المصائب والمحن أن الله جل وعلا يكفر بها عن العباد عن العبد المسلم يكفر بها عنه السيئات ويحط بها عنه الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط بها عنه خطيئة. متفق عليه. وهل هناك أحد معصوم من الذنوب والسيئات؟ فما أعظمه من فوز حين يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. متفق عليه. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فاصبر أيها المسلم على قضاء الله وقدره، واعلم أن الله أعد لك عند المصيبة الخير الأوفى والعاقبة الحسنى. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. معاشر المؤمنين، إن الابتلاء بالمحن أعظم كاشف لحقيقة هذه الدنيا الفانية المليئة بالمكابد والمحن والنكد والتعب والهم والحزن. والله جعل الامتحان والابتلاء سنة من سننه الربانية الجارية في هذه الحياة. قال جل وعلا: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. والدار الآخرة هي النقية الخالصة للمتقين، جنة لا هم فيها ولا نصب، لا امتحان فيها ولا ابتلاء، بل نعيم دائم. نسأل الله جل وعلا من فضله. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالبصير في هذه الحياة من آثر الآخرة على الفانية، والموفق من جعل همه وغاية مقصده ها الدار الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها الناس، المصائب والمحن تعلم العباد أنهم ضعفاء عاجزون، وأن القوة لله جميعا. فحينئذ لا بد أن نأخذ منها دروسا لتعرفنا بحقيقتنا. فالعباد بحاجة ملحة للتذلل لله جل وعلا والانكسار له سبحانه، والتضرع وتحقيق كمال التعبد لربهم سبحانه بالرغبة
والالتجاء والطاعة. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين وعظيم فضله وواسع كرمه سبحانه ما من به على عباده حين تقع بهم المصائب ما يهون عنهم، بما أخبر به صلى الله عليه وسلم حين قال: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. قال أهل العلم: وغير شهيد المعركة له أجر الشهيد، ويغسل ويصلى عليه. عباد الله، تطيب الحياة وتزكو النفوس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، فاستكثروا من ذلك كثيرًا، لا سيما في مثل هذا اليوم المبارك. اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين. اللهم احفظ المسلمين من المكاره والآلام. اللهم احفظ المسلمين من المكاره والآلام. اللهم احفظهم من المكاره والآلام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأطل في عمره على طاعتك. اللهم وفق ولي عهده، وكن له حافظًا ونصيرًا ومسدِّدًا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وأرضهم وارضَ عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.